كم هذا ممل، لا يوجد أحد. أهلاً يا فتيات، هل ترغبون في عرض؟ لدي بوالين عادية، ولكن بحركة بارعة من يدي ستتحول إلى مطرقة، وسأضرب نفسي بها على الرأس. أوه، هذا مؤلم. إنها ليست مضحكة على الإطلاق. إذن أنتم تشعرون بالملل؟ ربما تعجبكم مواهبي. إيه، هدية، هذا رائع. هذا كل شيء يا فتيات، الآن سنستمتع بالتأكيد. حان الوقت لتحدي الأزرار. ساعدونا. إذن ما الذي يجب أن أضغط عليه؟ أعتقد أن اللون الأحمر المفضل لدي لن يخذلني. عظيم، هذا هو الزر الذي سيعطيك المعكرونة. إنها ليست عادية، نودلز بالفلفل الأحمر في انتظارك. مهلاً، احذر. لم أكن أعتقد أنني سأحصل على جائزتي من هذا القبيل. الآن أنا مغطاة كلني بهذه المعكرونة الكورية، لكن لا يهم، فهي لا تزال لذيذة. لكي أكلها بشكل صحيح، أنا بحاجة إلى عيدان تناول الطعام. بدونها المعكرونة ليست معكرونة. كم هذا رائع! أنا أجلس وأكل المعكرونة الرائعة التي هي بالمناسبة حارة جداً. أوه، أنا أحترق، ساعدوني! أوبس، يبدو أن لدينا حريقاً. أوه، ستحرق كل شيء. لا لا، أعتقد أنه يمكنني إطفاء هذه الشعلة بسرعة كبيرة، فقط لدي طفاية الحريق. أوه، هذا يكفي، لقد انطفأت بالفعل. أوه، تملأني الرغوة الآن. هناك الكثير. هذه حماقة. الشيء الرئيسي هو أنك انطفأتي. الكثير من الرغوة. ماذا علي أن أختار؟ أعتقد أن الكاراتيه ستساعدني في ذلك. عظيم، حصلت ويندي على البودرة المتفجرة. أنا أحب الفرقعة، وآمل أنها تحب ذلك أيضا. أوه، يا له من شيء مشرق ولذيذ. رائع، كما أنه يصدر صوت فرقعة. أنا معجبة جداً به. لم أتذوق مثل هذه الضيافة أبداً. لا يزال هناك الكثير منه. بالتأكيد لن يكون هناك ما يكفي من الأيدي، لذلك أنا بحاجة إلى المغرفة. هكذا أفضل. لذيذ، والفرقعة أيضاً ممتازة، لكن فقط كثير. ما هذا جمال، ألعاب النار حقيقية. يا له من عيد. ما الفرق الذي يحدثه؟ أي واحد أختار؟ على أي حال، لا أعرف حتى ما وراء هذه الأزرار. اختيار ممتاز، ورق التواليت في انتظارك هذه المرة. واو، أعتقدت أنه سيكون هناك طعام. لا حقا، مجموعة كاملة من ورق التواليت في انتظارك. حمولة ضخمة. هذا يكفي، كان يجب أن أكل، لا أن أذهب إلى المرحاض. بالضبط، المرحاض. أعتقد أن النوتيلا مثالية لورق التواليت. إذا قمت بتلطيخ ورق التواليت بمعجون شوكولاتة، فستصاب سوزي بالصدمة بالتأكيد. هذه مزحة مضحكة للغاية. حسناً سوزي، التقطي بعض اللذاذة. ماذا؟ لذاذة؟ أوه، هذه قطعة. أوه، لماذا هي هنا؟ ابتعدي. يبدو أن ويندي حصلت على هدية من الشوكولاتة أيضاً. مقرف، ما هذا؟ جربيها وخمني. أعتقد أنني فهمت، رائحتها مذهلة، بالإضافة إلى ذلك طعمها شوكولاتي لذيذ. نسيت شيئاً ما، من الضروري بالفعل الضغط على الزر. كنت محظوظة، من خلال هذا الزر يمكنك الحصول على بعض المال. تا
تهانينا، فوزا جيدا جدا. أوافقك من حسن حظي، الآن أنا غنية. ماذا فعلت؟ لقد ضغطت على الزر، أنت محظوظة، هذا الزر خاص بالمياه. استمتعي بحمامك. لا أريد أن أغتسل. ما هذا؟ من أين أتت هذه السمكة؟ من الواضح أنني لم أعتمد على الأسماك. اللعنة، أموالي كلها مبتلة. كان هناك مال، لكن مرة واحدة لا يوجد مال. ماذا تفعلي؟ ألا تستطيع أن ترى أنا أجفف المال؟ أنت أذكى مما كنت أعتقد. ماذا سأنقر هذه المرة؟ ربما سأضغط على الزر الأخضر. أنت محظوظة مرة أخرى، لأن تحت هذا الزر تنتظرك مارشميلو لذيذة. لذيذة جدا ولينة. ولينة جدا. أمسكي. ماذا سيحدث؟ ما هذا؟ تتساقط الثلوج الحقيقية من المارشميلو المفضلة لدي. كم هو جميل، كما لو أنه الشتاء في كل مكان. أتحبيه؟ بالطبع أحبه، إنها ليست جميلة فحسب، بل إنها لذيذة أيضا. المارشميلو رائعة. رائع إذن. حلو المارشميلو بالطبع لذيذة، لكن إذا كان لدينا مجففات الشعر سيكون هناك الكثير من المرح. لذيذ جدا، ولكن الجو حار جدا هنا. غريب، الآن ليس الصيف، على العكس تماما، يجب أن يكون الجو باردا. ماذا تفعل هناك؟ هذه هدية إضافية لك، القليل من الدفء. لماذا؟ المارشميلو يذوب، توقف. سأتوقف حسنا. لا، لن أتوقف. من فضلك هذا يكفي، أتوسل إليك. لقد تحولوا بالفعل إلى نوع من الواحل. توقف، لا أستطيع أكلهم. لا تصرخي، لقد توقفت بالفعل. ما الذي لا يعجبك؟ الآن هذه المارشميلو تبدو كالثلج، ليس في اللون فحسب، بل أيضا إنها لزجة. أنا كلي في هذا الوحل الأبيض. انظر إلى ماذا فعلت. أريد أن أكل. حسناً، ما هو الزر الذي يجب أن أضغط عليه؟ أعتقد أنه وقت اللود الأزرق. خياراً رائع، شيء غير عادي في انتظارك. قبل أن أتمكن من ضيافتك يجب أن أحمي نفسي. مجموعة كاملة من الجبن اللذيذ في انتظارك، ورائحته فقط مذهلة. سوزي، هل أنت مستعدة لتناول طعامك؟ إذا كان الأمر كذلك، أمسكي. صحة وعافية، أتمنى أن يعجبك. ما هذا؟ هل هو لذيذ؟ أنا لا أفهم بعد. يبدو وكأنه جبن. هذا الجبن اللزج. أنا على وشك التقيؤ. من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة؟ من المستحيل أن أتنفس في هذا الصندوق. هل تحبون هذه الهدية؟ الروائح لذيذة. لقد قمت بأفضل ما عندي، اخترت ألذ الجبن طوال اليوم، ويبدو أن جهودي لم تذهب سدى. حسناً، ما رأيكم بالرائحة؟ أرى أنكم استمتعتم بالفعل بالرائحة التي تناسب قلبكم. يمكنني تزويدكم بأقنعة خاصة. هاي، هواء نقي أخيراً. كنت أتمنى أن أكون محظوظة، أود أن أجرب شيئاً لذيذاً جداً. إذن وقع الاختيار على الزر الأصفر، حينئذ تنتظرك ضيافة صفراء. فقط الآن سأطرد هذا النحل، وبمجرد أن أفعل ذلك ينتظرك برميلا كاملا من العسل الحلو الطازج الضخم.
طازة للغاية، لذيذ جدا. يكفي كلام، حان الوقت لتجربة هذا العسل الرائع. ماذا سيكون؟ ما هذا؟ لماذا هو لزج جدا؟ يبدو أن هذا السائل انتشر في جميع أنحاء جسدي. لكنه لذيذ. حقا؟ فعلا العسل رائع. أنا سعيدة لأن هناك الكثير منه. يمكنني أن آكل وآكل. يمكنني السباحة في العسل. رائع جدا. حيث يوجد العسل يوجد النحل. لكنني قوية، لذلك سوف أتعامل بسرعة مع هذه المخلوقات الطائرة. يبدو أنك ضغطت على الأزرار. أعتقد أنك بحاجة إلى المزيد من الهدايا. سيذهب لك الريش الآن. خذ هذا، هذا لك. خذوا هذا، إنها لكم. ماذا؟ من أين يأتي الكثير من الريش؟ أنا أصبح كالدجاجة، لا أحب ذلك على الإطلاق. لم ينتهي الأمر بعد، بالإضافة إلى كل شيء، الحليب الأبيض في انتظارك. هذا يكفي، لم يعد الأمر مضحكاً بعد الآن. أنا لم أسخر منك بعد الآن. إذا تمكنت من الضغط على الأزرار عدة مرات، لذلك تنتظرك هدية أخرى. لن أتفاجأ بأي شيء. ماذا هذه المرة؟ أعتقد أنك تحبين الفشار. أنا شخصياً أحبه، إنه لذيذ للغاية. والآن لدينا حبكات أكثر إثارة للاهتمام من الأفلام. سيكون الفشار مفيداً جداً. ماذا؟ فشار؟ هذا ما أفهمه. محظوظة، أنا أحب الفشار. أنا مستعدة لأكله طوال الوقت. هذا ألذ شيء على الإطلاق، أنت تعرف؟ لمثل هذه الكومة من الفشار، أنا مستعدة لمسامحتك. هذا شهي. ماذا أضغط؟ لا أريد النحل على الإطلاق، فليكن زراً أخضر. لا يجب أن تضغطي عليه، أنت لا تعرفين ماذا ينتظرك. ينتظرك صغار لطيفون للغاية، وعادة ما يطلق عليهم اسم الصراصير. لدي الكثير منهم، وحتى هم لديهم منازلهم الخاصة في التربة. أنا أتحدث كثيراً، إنه وقت الأكل. ما هذا؟ ما هذا؟ تراب؟ ولكن لماذا هو عليه؟ لا أعرف أحداً يأكل التراب. لماذا أفعل ذلك؟ صرصور؟ هذا هو خوفي الأكبر، أي شيء غيرهم. أتوسل إليكم من فضلكم. إنهم في كل مكان، يريدون أكلي. ساعدوني، أنقذوني، لا أستطيع أكثر من ذلك. لن أحتمل بعد الآن. ماذا؟ هذا ليس وفقاً للقواعد. لقد دمرت الصندوق الرائع. كيف تمكنت من الهروب هكذا؟ لا أستطيع حتى الوقوف في هذه الوضعية. في مالتيدو يمكنكم دائماً العثور على مجموعة كاملة من مقاطع الفيديو الرائعة. إذن تابعونا عن كثب، فلن يفوتكم أي شيء بالتأكيد. إلى اللقاء.